اليوم احنا بصدد اعطاء انطلاقه للمنتدى الاول مغاربه العالم في كندا في مجال صناعه الطيران. كما كتعرفوا الكيبيك معروفه بثقلها الكوني على مستوى صناعه الطيران، 200 مقاوله، 40,000 مستخدم ومهندس فقط في منطقه الكيبيك، وبالتالي ركيزه اساسيه للانتاج العالمي. داخل منطقة الكيبيك في صناعة الطيران هناك مجموعة من الكفاءات المغربية كنفتخروا بهم واللي تواصلوا معنا واللي انضموا معنا هذا اللقاء الأول. هذا اللقاء ماشي فقط مغربي مغربي، بل كتحضر فيه 17 مقاولة من منطقة الكيبيك واللي عندها حجمها على مستوى النسيج الصناعي داخل كندا والكيبيك. نضمنا قبل هذا اللقاء، هو الختام في حقه، نضمنا زيارات ميدان لهم طيلة أسبوع، مشاو للدار البيضاء، شافوا قطاعات انتاجيه كبيره في مجال الطيران، ابهروا، هذه الكلمه ديالهم ماشي ديالي، ابهروا بالمستوى الجيد العالي لهذا القطاع المنتج واللي عرف واحد الطفره مهمه في المغرب، واعطونا ارقام وحنا عندنا ارقام. الان نسبه النمو ديال صناعه الطيران في المغرب هذه السنه وصلت 29%. الاساسي فيها ان 32% على مستوى الاندماج داخلي مغربي مغربي، وبالتالي اعتبروا انه في طنجه وفي الدار البيضاء هناك هذا القطاع الواعد اللي قادر يستوعب استثمارات كيبيكية كندية في مجال الطيران. كما كتعرفوا بأنه مجال الطيران هو تكنولوجيا معقدة ودقيقة، كيحتاج واحد المهارات على مستوى العاملة، على مستوى التقنيين، على مستوى المهندسين. وكما كتعرفوا هناك رغبة نظرا للخصائص الموجود في الكيبيك على مستوى العاملة المؤهلة، على مستوى التقنيين وعلى مستوى المهندسين، لذلك عندهم رغبه ماشي فقط انه في الاستثمار غادي يستثمروا، رغبه باش تكون شراكه على مستوى التكوين، لذلك حاضرين معنا مجموعه من رؤساء جامعات مغربيه اللي غدا غادي يفكوا معاهم في خلق شراكات للتكوين، تكوين وتاهيل المهارات المغربيه باش تكون حاضره اولا في سوق الانتاج المغربي في مجال الطيران، وتكون حاضره كذلك في سوق الانتاج داخل الكيبيك. الكيبيك كما قلت هي 200 مقاولة، 40,000 مستخدم، المغرب تيعرف تطور كبير، فإذا وزارة الجالية بتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والصناعة حنا مهيئين ومعبئين كما تعبئنا مع الكفاءات المغربية في ألمانيا. أنا نترجموا الجهة 13، الجهة 13 كما عشتوا معنا عندها ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو المغاربة اللي عندهم رغبة يستثمروا داخل الوطن الأم، تهيئ لهم الشروط التكنولوجية والمادية والمواكبة. جوج، أنه يقدر يكون غدا وسيلة وقناة لجلب التكنولوجيا. اليوم المغاربة في الخارج كيجلبوا لنا الطيران وكيجلبوا التكنولوجيا الدقيقة. ثلاثة، يساهموا في توغل المنتجات المغربية داخل الأسواق الأجنبية. فإذا حققنا هذا المبتغى وحنا كنترجموا بشكل عملي اليوم الجهة 13، وغنستمروا في الترجمة في قطاعات متعددة ما دام أن المغاربة في العالم هما مجموعة من الكفاءات الاستثنائية في قطاعات واعده.